صباح الخير. صباح النور يا يا قشطه. جود مورنينج. جود مورنينج. صباح الخير. ازيك؟ هاو ار يو؟ الحمد لله. طيب نحمده. ثانك يو. ازيك يا سيدي؟ فين السواق؟ السواق قدامك اهو، والعربيه واقفه قدام البيت ملعلطه منوره الشارع. ومفاتيح يا سيدي. مفاتيح جديده لانج خالي. طبعا جديده. معقول خالك يبقى عنده اجانس قد الدنيا ويجيب لك عربيه نص عمر؟ يا حبيبي يا خالي. يا حبيبتي. بس العربية غالية قوي دلوقتي. ما تغناش عليك يا بطاطا يا غالية. ربنا يجعلها وش السعد عليك. كده يا خالو، وانا بقى ماليش عربية ولو حتى نص عمر. اوعدك بعربية زيها تمام يوم ما افتح التلفزيون كده والاقي وشك منور فيه بالالوان الطبيعية. انا عايزاها عربية بيضة. بيضة يا بطة. هي عربية بطة لونها ايه؟ لونها دي مفاجأة. يلا ننزل. يلا يا حلو. يلا. صباح الخير يا حسين. صباح الفل. على فين؟ تعال افطر معانا. لا لا انا فطرت خلاص. طب اعمل لك قهوه ولا شاي؟ مفيش وقت، انا هاخد بطاطا تنزلني في سكتها، عندي شغل كتير. خلي جاب لي عربيه جديده يا ماما. ايوه مبروك يا حبيبتي. تعيشوا تجيب لهم. عشتي. يلا 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 ده عربيت من غير افطار يا ولاد. لا 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 يلا. لا ده كلام. افطر انا. يا حبيب الله. قلبي يا خالي، ربنا يخليك ليا يا رب. عجبتك؟ تجنن تجنن تجنن. ويلكم. حلوه قوي يا ماما. هتوصليني كل يوم. كل يوم. يلا. الله اكبر. برجلي تلميه اهي. سم يا بطل. على مهلك يا بطل. ازيك يا سعاد؟ وحشتيني. دكتورة فاطمة. اهلا وسهلا. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. اتفضلي. دكتور أسامة منتظر، ده لسه سائلني عليكي. أنا جاية في ميعادي بالظبط. طول عمرك كده يا دكتورة، كل اللي في المركز كانوا بيظبطوا ساعتهم على مواعيد. اتفضلي. دكتورة فاطمة اسماعيل يا فندم. أهلا. أهلا. ازيك يا دكتورة؟ أهلا يا دكتورة. أخيرا افتكرتينا. اتفضلي استريحي. انت اول واحد ازوره من ساعه ما وصلت، طبعا بعد الزيارات العائليه والواجبات اللي انت عارفها. الحمد لله على السلامه. وحشتينا قوي. يا ترى لسه مكاني محفوظ في المركز؟ المركز تحت امرك وبيرحب بيك، بل ومتمسك بيك كمان. بس المهم تكون انت عايزه كده بصحيح. اه طبعا. انا عندي معلومات ان السيد الوزير طلب يقابلك. والميعاد اتحدد النهارده الساعه 12، يعني اخرج من هنا واروح على الوزاره على طول. الوزير هيعرض عليك وظيفه هامه في ديوان الوزاره. أنا هعمل إيه في الديوان؟ أنا مكاني هنا في المركز مع أبحاثي. ومكتبك جاهز لاستقبالك من يوم ما وصلت تلغرافك من أمريكا بإنك راجع بالسلامة. أنا يا دوب دلوقتي ألحق ميعاد الوزير. كان يهمني قوي أعرف نتيجة المقابلة. على العموم أنا هكون في النقابة الساعة 2. يا ريت تتصل بي. لا هفوت عليك. على إذنك. مع السلامة. الله يسلمك. أنس الشرف. مع السلامة. الله يسلمك. صباح الخير. صباح الخير. من فضلك فين اوضه سياده الوزير؟ اوضه سياده الوزير هتخش كده على ايدك الشمال، هي هتبقى على ايدك اليمين. استاذ جلال؟ استاذ جلال؟ يا استاذ جلال؟ استاذ جلال؟ من فضلك الاستاذ جلال. جلال مين يا فندم؟ الاستاذ اللي دخل الاوضه دي. محدش دخل هنا خالص. انا شايفاه بعناية الاثنين داخل الاوضه. أنا قاعد لوحدي زي ما حضرتك شايفة، يمكن حضرتك غلطت في الأوضة. يمكن. شكرا. العفو. اهلا. ازيك يا دكتور اسامه؟ ها عملت ايه؟ تعالي. قابلت الوزير واعتذرت له عن الوظيفه الاداريه وقلت له ان انا عايز ارجع مكاني للمركز. وافق ومضى على الاوراق كلها قدامي ورجعت للمركز تاني زي ما تمنيت. تمام. وزي ما تمنيت انا كمان يا فاطمه. دكتور اسامه، يا فاطمه الكلام اللي هقوله لك دلوقتي فكرت اقوله لك من زمان لكن ما قدرتش اقوله. لما كنت طالبه في الكليه وكنت انا مدرس، حتى لما اتخرجت وتعينت معيدة وبقيت زميلتي في المركز برضه ما قدرتش. فكرت اكتب لك وانت في امريكا. النهارده بس لقيت عندي الشجاعه ان انا اقول لك
أنا بحبك يا فاطمة، بحبك من أول يوم شفتك فيه، بحبك، هفضل أحبك لآخر يوم في عمري.